بسم الله الرحمن الرحيم. هننتقل مع بعض إلى الموضوع الثاني من موضوعات مادة إدارة التمريض وشؤون المرضى. الموضوع الثاني بعنوان وظائف ومبادئ إدارة التمريض. هنشوف مع بعض النقطة الأولى اللي هي مفهوم إدارة التمريض. وبنقول إن إدارة التمريض هي إدارة تتكون من مجموعة من الكوادر الفنية والمؤهلة والمتخصصة، والمقصود بمجموعة الكوادر هنا اللي هم مجموعة العاملين في إدارة التمريض، وهم مدير أو مديرة التمريض ومشرفين ومشرفات التمريض والممرضين والممرضات. هذه الإدارة تهدف إلى تقديم الرعاية الشاملة للمرضى وتحسين المستوى الصحي لهم وعودتهم إلى الاندماج في الحياة العادية للمجتمع. بنشوف النقطة الثانية اللي هي أهمية إدارة التمريض. الأهمية الأولى تجهيز ملفات المرضى وتنظيم دخولهم لحجرات الكشف بالعيادات الخارجية. الأهمية الثانية تقديم الرعاية التمريضية للمرضى وتنفيذ تعليمات الأطباء بالأقسام الداخلية. الأهمية الثالثة تحضير وتعقيم المعدات والأدوات اللازمة قبل إجراء العملية الجراحية ومساعدة الطبيب أثناء العملية الجراحية وتنظيف وتطهير غرفة العمليات بعد انتهاء العملية. الأهمية الرابعة ارتباط حياة المريض بجودة خدمة التمريض بصفة رئيسية. الأهمية الخامسة المساهمة في العلاج البدني والنفسي للمرضى. هنا بنبتدي نتكلم عن وظائف إدارة التمريض، وبنقول إن هما أربع مجموعات من الوظائف. المجموعة الأولى اللي هي الوظائف الإدارية، المجموعة الثانية اللي هي الوظائف الكتابية، المجموعة الثالثة اللي هي الوظائف الفنية، المجموعة الرابعة اللي هي الوظائف غير الفنية. هنبدأ مع بعض ونشوف المجموعة الأولى اللي هي الوظائف الإدارية لإدارة التمريض، واللي هي بتشمل الوظائف الإدارية المتعارف عليها اللي هم ست وظائف، اللي هم التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة والتنسيق واتخاذ القرار. هنا بنشوف المجموعة الثانية من وظائف إدارة التمريض، وهي الوظائف الكتابية اللي بتشمل إعداد كشوف توصيف الوظائف في إدارة التمريض، الاحتفاظ بسجلات العاملين لإدارة التمريض، إعداد كشوف الورديات وعدد الممرضين والممرضات وعدد ساعات عملهم في كل وردية، إعداد ملفات وبطاقات المرضى، إعداد مستندات صرف مستلزمات الأقسام الداخلية. ننتقل هنا للمجموعة الثالثة من مجموعات وظائف إدارة التمريض، وهي الوظائف الفنية اللي بتشمل التنفيذ الدقيق لتعليمات الطبيب وإعطاء الأدوية بالجرعات المطلوبة وفي المواعيد المحددة، أيضا معاونة الطبيب في الكشف على المرضى عند المرور عليهم بالأقسام الداخلية، كذلك القيام بالرعاية التمريضية للمريض من قياس حرارة ونبض وضغط وإعطاء الأدوية وتعليق المحاليل، كذلك مراقبة تطور حالة المريض وتسجيل كل المعلومات المتعلقة بحالة المريض، وأيضا العناية المركزة للحالات الصعبة. المجموعة الرابعة من وظائف إدارة التمريض هي الوظائف غير الفنية اللي بتشمل ترتيب أدوات ومستلزمات المريض، مناولة المريض الأدوات التي يحتاجها، المشاركة في تنظيف المريض، الإشراف على تغذية المريض، توفير الهدوء والراحة للمريض، تجهيز المريض للأكل أو للنوم أو للمشي، ترتيب الأسرة وتنظيف الحجرات.
بننتقل إلى النقطة الأخيرة في هذا الموضوع اللي هي مبادئ العمل في إدارة التمريض، اللي بتشمل وجود خطة للعمل في إدارة التمريض وتنظيم العمل في إدارة التمريض ووجود نظام شامل وفعال للاتصال ووجود نظام فعال وموضوعي للرقابة وتقييم أداء العاملين، التوازن والتنسيق بين أنشطة إدارة التمريض، توافر المهارات والخبرات اللازمة للقيام بالأعمال التمريضية، استمرار تدريب الممرضين والممرضات على الأساليب التمريضية الحديثة، التنفيذ الدقيق لتعليمات الطبيب المعالج، تحديد مهام العمل وتوزيعها على فريق التمريض، كذلك مهنة التمريض مهنة مستمرة 24 ساعة حتى في العطلات والأعياد والأجازات الرسمية. بنستكمل مبادئ العمل في إدارة التمريض، بنقول إن مهنة التمريض مهنة إنسانية تتطلب المعاملة الطيبة للمرضى ومعاملتهم بالشكل اللائق ورعايتهم بشكل كامل، ضرورة تحقيق الود والتفاهم والمعاملة الحسنة بين أفراد إدارة التمريض أو العاملين في إدارة التمريض، ضرورة معاملة الأطباء الحسنة للممرضين وللممرضات وعدم إهانتهم أو التعالي عليهم، ضرورة توفير كافة الظروف المادية اللي هي تشمل الأدوات والأجهزة والمرتبات والظروف المعنوية مثل المعاملة الحسنة المناسبة للعاملين، كذلك التخفيف من حدة الضغوط التي يعاني منها العاملين. وبكده نكون انتهينا من شرح موضوع وظائف ومبادئ إدارة التمريض.